في نهاية سنة 2013 جوالي السعودي يرن عليه جوال أمريكي رئيس قسم جراحة القلب في كليفلاند قال هاني نبغاك تيجي. أول شيء كنت أعرفه شخصياً لكنا إحنا تزاملنا في بعض المؤتمرات الطبية، يعني أنا فعلاً كنت أنا وهو كنا متحدثين في بعض المؤتمرات الطبية لأن كنت أنا أشارك فيها في خلال حياتي كثير. قال لي أنا فلان فلاني وأنا أبغى ندعيك تجينا، نبغى تساعدنا في مركز الأمراض القلب الخلقية عندنا ضعف فيه في كليفن كلينك ونبغى نحسن الوضع بالذات في التخصص الأمراض الخلقية. قلت له بصراحة أنه أنا ما بفكر، أنا ما فكرت أنا أني أنا أسافر ولا أترك هذه، أعتقرها أعتبرها مركز القلب كان زي ما يقولوا طفلي أو ماي بيبي على قولهم يقولوا هذا لا يمكن مملكتي، ما أبغى أخرج ولا فكرت أني أنا أترك المركز. ولكن جاءت الدعوة إلى حد بابي، فأنا قلت له أنا ما أفكر أني أطلع، ولكن قال لي هو ليش ما تيجي لو 3-4 أيام بس تشوف المركز وترجع. فرحت 3-4 أيام شفت المركز ورجعت. قال لي تيجي؟ قلت له لا شكرا، خلينا أفكر في الموضوع، تفكير فقط. لاختصار القصة، هذا التفكير استمر عندي سنة ونصف كاملة. في خلال هذه السنة ونصف وزنت كثير من الأشياء. في هذه السنة والنصف وصلت للقرار أني أنا أبغى أسافر، وهذا ليس ليكون لعدم رضائي بوضعي ولا عدم رضائي بالمركز اللي موجود فيه، ولكن لإثبات أنه من درس في هذا الوطن في هذه المدارس في هذه الجامعات يمكن أن يصل لأعلى المراكز في العالم. من لا يعرف كليفلاند كلينك، كليفلاند كلينك في القلب هي المركز الأول في العالم لمدة 27 سنة لجراحة قلب الكبار، عندهم ضعف في الأطفال والأمراض الخلقية، ولهذا السبب تم اختياري لمساعدتهم في هذا الشيء. هذا السبب من الأسباب الأساسية اللي خلاني أقول أنا الآن هذا المنصب لم يعرض لا عربي ولا سعودي قبل كذا. كل اللي أخذوا المناصب هذه كانوا عمالقة في أمريكيين في أمريكا في نفس تخصص الجراحة، أول مرة يعرض علي. كان طبعا قرار صعب جدا، ولهذا أخذ مني سنة ونصف لأخذ القرار هذا الشيء. يعني هذا القرار كان بالنسبة لي ليس قرار مصلحة شخصية، كان قرار أكبر من ذلك، أكبر. يمكن الناس ما تنظر لها بهذا الشيء لأنه يقول كيف سافر لأمريكا وترك وطنه، ولكن إذا خبرتك أو قلت لك كم من المرات ذكر هاني نجم السعودي في محافل كبيرة في أمريكا تعرف معنى هذا القرار. هذه ما يسمى بالقوة الناعمة للدول، هذه ما تسمى أن الدولة المملكة العربية السعودية ليست دولة نفط فقط، دولة المملكة العربية السعودية دولة علم، وتنتج الكادر اللي يمكن يضاهي ما تجده في المستشفيات الأمريكية.